إنه صعبة عليك، الله يرحمه، روق شوي. بس لا تنسى أبوك عاش عمره هو مبسوط، ما هيك؟ شاف أحفاده كلهم وجوز كم واحد منهم كمان، خلى أولاده قراب منه وجنبه كل هالسنين، بعدين الله أخذ أمانته وما خلى يتعذب بآخر العمر. لازم هالشي خليك مرتاح شوي، ما هيك؟ إيه يا حسن، ما كان حدا له كلمة غير أبوك الله يرحمه، بس هلأ أنت صار الوقت لتاخد القرار. شو رأيك؟ خلص الأربعين، كنا عم نستنى هاليوم، هلأ صار فينا نمشي وبالنا مرتاح. لأ، لوين؟ عاسطنبول. أمير رايح لهنيك ليكمل دراسته، ونحن كلنا رايحين نعيش معه. وإنتي مفكرة حسين رح يخلي أخوي ينتقل عاسطنبول؟ هاد تخريف. والله مو ناقصنا غير حسين يمشي كلمته. حبيبتي أنا في عندي بيت هنيك وردته من أبي، كنت رح بيعه بس بعدين تراجعت، هلأ إجا وقته. بحمد الله وبشكره لأنه رح أرجع عاسطنبول، ما رح أضل هون وموت بهالضيعة وينقصف عمري. مع أنه كنت اتضايق من النسوان يلي بتضحك بالجنازة لأنه عيب، بس أنت عن جد ضحكتيني. خير إن شاء الله. أنا شو قلت شي بضحك؟ مو حلوة بحقي، بس لما ابن أختي راح عاسطنبول بالزور لقبيت كل البيوت اللي هنيك قديمة وبحارات شعبية ومو قد المقام كمان. ما أنا قد المقام؟ حبيبتي هنيك اسطنبول أكتر مكان تاريخي بالعالم، بس أنتي ما بتفهمي بهالقصص. شو بتقصدي؟ نحن جاهلين وما بنفهم وما بنعرف كمان قيمة هديك البلاد؟ أميني أنت جنيتي؟ لشو هالضحكوا نحن عاملين عزاء؟ ما تواخذني، انفضحنا قدام العالم. والله مو بإيدي. سناء قال رح ينتقلوا عاسطنبول، شو رأيك؟ أميني بلا هالمزح التقيل هلأ. إيه هي اللي عم تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت وحدة ما بتستحي بالمرة، عم تتمسخري على حكي مو؟ أنت شو بتفهمي من الدنيا؟ يا أما بالمطبخ يا أما بالجنينة برا. إلك سنين شايفة حالك علينا إنك الكن الأكابر بالضيعة. يلا تفضلي روحي لنشوف قديش رح تتحملي هنيك، أكيد كم يوم وبترجعي لعنا على الضيعة. أنا بحلف لك. إيه حلفي لقلك، ما بهمني أبداً، كله من غيرتك مني أنا متأكدة. سناء اسمعني منيح حسن، أحكي مع أخوك اليوم بكفي بقى، ما فيي اتحمل اكتر، يا بتجي معي يا اما باخذ اولادي وانت بتضل لحالك. ايه امير رح يدرس هنيك وسعيد مندبر له شغل محترم. شو رح تدبر له هنيك؟ ليك هون عنا مزارع بيقدر يشتغل فيها على المرتاح. الشباب بيصيعوا باسطنبول، بالأخص سعيد، الكل بيعرف أنه أبي كان بيخجل يعترف أنه سعيد حفيده، ما أنه متعلم وما بيشتغل، مين بده يتطلع فيه باسطنبول؟ بفتح له محل بيشتغل فيه؟
من وين المصاري؟ قررت بيع حصتي من الورثة تبع ابنك. أخي أنت شو عم تقول؟ أنا مستحيل وزع أراضي أبي، هاي الأراضي ورثناها من جدودنا. أنا قررت خلاص، أنا وعدت سناء. قلت لي وعدتها لسناء؟ إيه؟ عن جد يا عيب الشوم عليك، كنت عم تستنى أبوك يموت لتهف المصاري، وقال بده يفتح محل، روح بكرة بينصبوا عليك وبيشلحوك المصاري. لك أخي أنت باسطنبول بياكلوك بلا ملح. أنت وأبي بعمركم ما وثقتوا فيي، أنا أخذت القرار وانتهينا.